of this town and elsewhere that letting Lebanon collapse may somehow enable it to rebuild from the ashes, free of the plague that Hezbollah has represented for so many years. الحراك الشعبي سيندلع مجددا، الانهيار سيحرر لبنان من حزب الله، وقوى الأمن والجيش سيفقدان السيطرة. سيناريوهات كارثية تنتظر اللبنانيين، كشفتها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، مؤكدة أن البرلمانيين أنفسهم سيحزمون حقائبهم ويسافرون إلى أوروبا حيث ممتلكاتهم. Lebanon's best prospect for getting out of the spiraling economic crisis is through an IMF loan and restoring international confidence by enacting long overdue reforms to access the $3 billion. ليف التي أشارت خلال لقاء نظمه مركز ويلسون عن السياسة الأمريكية في لبنان إلى أن لبنان مفتوح أمام كل السيناريوهات بما فيها تفكك كامل للدولة، أعربت عن اعتقادها أنه يجب أن تسوء الأمور أكثر قبل أن يصبح هناك ضغط شعبي يشعر به النواب، وقالت: ليس عمل الدبلوماسيين الأجانب الذهاب إلى مجلس النواب والضغط على النواب لانتخاب رئيس، نحن نضغط على القادة السياسيين ليقوموا بعملهم، ولكن لا شيء يؤثر مثل الضغط الشعبي، وعاجلاً أم آجلاً سيتحرك ذلك من جديد. وعلى اعتبار أن انهيار لبنان سيمكن بطريقة ما إعادة بنائه من تحت الرماد متحرراً من اللعنة التي يمثلها حزب الله له، أوضحت ليف أن شعب لبنان وجيرانه الأردن وإسرائيل والشعب السوري سيتحملون العبء الأكبر لانهيار الدولة. وفي وقت يشكل حزب الله بحسب ليف تهديداً لنا ولجيران لبنان وللبنانيين أنفسهم، نحن مستمرون في فرض عقوبات وحصار شبكاته في المنطقة وغيرها. خوفك هيدا الكلام يلي قلته باربرا ليف؟ بخوفني، لكن بصراحة منا لمسين هذا الواقع الآن نحن بلبنان. خلينا نكون واضحين، ما شايفين هاي المؤشرات. هل إذا طالت فترة الشغور، هل إذا واليوم طالع كلام عن فشل المفاوضات مع صندوق النقد بأكثر من محل، هل إذا وصلنا لمحل صار الفشل حتمي بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي إلى مزيد 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 من الانهيارات، ممكن هذا يبلش يمهد لفوضى ما على الأرض، بتبلش هيدي الفوضى نتيجة العامل الاجتماعي ونتيجة عامل الفقر أو نتيجة محرك ما. ليش بدنا نبعد هذه النظرية؟ يجي يستغل هذا الواقع ساعتها لفوضى أمنية منظمة. هذا سيناريو يعني فيك تحطيه واحد من الاحتمالات إذا هالمسار راح بهالاتجاه بعد فترة معينة، لكن إلى الآن نحن ما عندنا هاي المؤشرات صراحة. وفي وقت رأت ليف أن لبنان بحاجة عاجلة إلى انتخاب رئيس وتسمية رئيس وزراء ثم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتعمل على بعض القرارات المهمة من بينها إصلاحات جوهرية، أكدت أن بلادها والسعودية لديهما قواسم مشتركة فيما خص الوضع اللبناني، وقالت: علاقتنا مرت بفترة توتر، لكن لدينا قواسم مشتركة استراتيجية لا سيما في البلدان الأكثر حساسية مثل لبنان واليمن، لذلك عملنا بشكل مكثف من أجل الإصلاحات، والفرنسيون كذلك تدخلوا، السعوديون تراجعوا، ولكن أعتقد أنهم سيعودون من جديد. منا شايفين على المستوى الدولي إلا يعني على الأقل الدول المعنية إلى الآن بالملف اللبناني أنه في اهتمام بأنه لبنان ينجز هذا الاستحقاق. مش والله تركين المسألة، مش المملكة العربية السعودية اللي عم نقول من كفة على الوضع اللبناني، مبيني أنه لا صار واضح خاصة من بعد فرنسي معروف أنه مهتم. ثلاثة، حتى عم نشوف حتى المبادرة اللي كانت عبتون فيها السفارة السويسرية من نقاش ما حول موضوع الطائف بالعشاء اللي كان مطروح، كمان بدل على اهتمام ما بالوضع اللبناني. بالتالي كل واحد عم يهتم على طريقته، مش ضرورة الطريقة تكون مفيدة ولو كان لكن يعني. بقصد أقوله أنه مش صحيح أنه لبنان متروك لحتى يوصل لهي النتيجة، بس كمان منه محور الكون. هيدا الشيء بدنا نقتنع فيه، مش انه محور... مش متفضل المجتمع الدولي بس لحتى يشوف خاطرنا ويشوف هون دورنا نحن بداخل. هون دورنا نحن قديش فينا نسهل الامور بانه يجي هالمجتمع الدولي او الدول المعنية او المهتمة بالوضع اللبناني اقله ترتكز لشيء نحن عم نعمل. أما عن ترسيم الحدود الذي كان لأمريكا دور أساسي فيه، اعتبرت ليف أن الاتفاق يحمي أمن إسرائيل ومصالحها الاقتصادية، ويعطي لبنان فسحة لبدء نشاط التنقيب عن موارد الطاقة، ويدعم مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي وتطلعاتها لشرق أوسط مزدهر ومتكامل مع احتمالات أقل اندلاع نزاعات.
وعما إذا كان اتفاق الترسيم يمهد لمرحلة جديدة من التطبيع بما يشمل لبنان، قالت: هناك شعور بأن هناك تقاطعات ولدت بين لبنان وإسرائيل، لا أدري ما هو السحر الذي أتاح ذلك. الأشخاص في الحكومة في لبنان أدركوا الخسارة التي ضيعوها خلال السنوات الماضية لأنهم لم يصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل.